اهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية إخبارية حول زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى مصر، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جلسة مباحثات اليوم على مستوى القمة في قصر الاتحادية. بحث الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات العديدة، حيث تم أيضا تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي تحت الرئاسة الهندية. من جانبه أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة، أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إلى نيودلهي في يناير الماضي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين قاما عقب انتهاء المباحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. شراكة استراتيجية بين اثنتين من أقدم الحضارات في العالم، شراكة استراتيجية يتطلع الجانبان لإعطائها مزيد من الزخم، ويقوم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالتوقيع على اتفاقية بشأنها الآن. وتقديراً للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة لشخص رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يتفضل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحه قلادة النيل. والمزيد من المتابعة والتحليل حول هذه الزيارة والمباحثات التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. ينضم إلينا هاتفيا دكتور السيد خضر، خبير الاقتصادي. دكتور تحياتنا يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك بخير والشعب المصري بخير يا رب. يعني ما الذي تعنيه دكتور إعلان شراكة استراتيجية بين مصر والهند؟ طبعا الاتفاق على إقامة شراكة استراتيجية بين الدولة المصرية والدولة الهندية ده دليل على أهمية مكانة مصر بالنسبة للهند، وأهمية مصر الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصر أصبحت ذات كيان اقتصادي وأن لديها تجربة اقتصادية فريدة خلال الفترة الأخيرة، وأن مصر والهند تمثلان قوة أساسية لمجموعة الـ15، ودي مجموعة مهمة جدا في المنطقة، وهدفها هو توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتكنولوجي. نعم دكتور، يعني تعتبر الهند يعني من الاقتصاديات العظمى والكبرى، يعني ما الذي يعني الهند في هذه الشراكة تحديدا في المرحلة المقبلة؟
بالتأكيد طبعا العالم بيمر بالعديد من الصراعات التجارية والتوترات، وإقامة تعزيز شراكة اقتصادية بين الجانب المصري والجانب الهندي هيكون ليه مردود مهم جدا على أداء الاقتصاد المصري وعلى توسيع الاستثمارات وتوطيد العلاقات الثنائية بين المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأمني والعسكري والثقافي، وده هيكون ليه دور مهم جدا في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة أن مصر لديها تجربة مهمة جدا في تنفيذ العديد من المشروعات سواء في مجال البنية التحتية أو الطاقة أو الزراعة أو أيضا التبادل في الاستثمار البشري، وده دور مهم جدا أعتقد هيكون ليه انعكاسات كبيرة على الجانب المصري والجانب الهندي في تنمية المهارات وتدريب العمالة. أعتقد الشراكة الاستراتيجية سيكون لها مردود على أداء الاقتصادي المصري في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبين الهند، خاصة أن هناك علاقات تاريخية تربط بين الجانب المصري والجانب الهندي. أيضا مع تغير خريطة العالم الاقتصادية الجديدة والدخول إلى قوة اقتصادية صاعدة، وأعتقد الهند على رأس القوة الصاعدة الجديدة من خلال طبعا مجموعة البريكس التي انشأت خلال الفترة الأخيرة، والهند هي الداعم الرئيسي لتلك المجموعة، ودخول مصر في مجموعة البريكس هيكون لها عوائد كبيرة جدا على تطوير أداء الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات الداخلية في مصر، أيضا توسيع القاعدة الصناعية. نعم، يعني حضرتك ذكرت الاستثمارات وهذا الملف يعتبر ملف خاص، إلى أي مدى من وجهة نظرك هذه الزيارة قد تعزز أو تضاعف من حجم الاستثمارات الهندية في مصر وفي أي مجالات تحديدا، خاصة وأن مصر بالفعل لديها كم من المشروعات القومية الهائلة في القطاعات المتعددة؟ بالتأكيد هناك دعوة مهمة جدا من الجانب الهندي إلى مجتمع الأعمال الهندي إلى استكشاف فرص الأعمال الجديدة والنشأة في مصر، خاصة أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاقتصادية والاستقرار الأمني والاستقرار السياسي، وبالتالي هناك انعكاس كبير جدا على توسيع الآفاق الاستثمارية مع الجانب الهندي سواء في مجال الطاقة مجال الزراعة. أيضا احنا هناك حجم تجاري كبير بين مصر وبين الجانب الهندي في عملية الاستيراد والتصدير في الجانب الزراعي، أيضا تبادل وتنمية المهارات المختلفة بين العاملين سواء على مستوى المصري أو الهندي. أعتقد هناك اتجاه إلى زيادة حجم التجارة البينية بين مصر خلال العام القادم ليصل إلى أكثر من 12 مليار دولار، وهذا رقم مهم جدا سيضيف قيمة مضافة كبيرة جدا للاقتصاد المصري. دكتور، يعني هو المجالات تحديدا التي تستطيع فيها الهند أن تقوم بتطوير القطاعات أو أحد هذه القطاعات في مصر، هل هو على مستوى المجال، البعض يرى المجال الزراعي والبعض يرى المجال الصحي المجال البحثي، يعني أي من المجالات ترى أقرب إلى الاستثمارات؟ أعتقد قطاع الزراعة وده قطاع مهم جدا، بالإضافة إلى أن الهند رائدة من دول العالم في مجال التصنيع، وأعتقد فكرة نقل التصنيع سواء على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ده هيكون ليه انعكاس كبير جدا على الصناعة المصرية. أيضا الطاقة، وإحنا طبعا في ظل دخول العالم إلى استثمارات حديثة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، أعتقد هيكون هناك استثمارات ضخمة من الجانب الهندي في مصر، وده بينعكس طبعا على العديد من المؤشرات الاقتصادية في تعزيز زيادة فرص العمل، وده ان الدولة المصرية طبعا بتهتم يعني جذب مزيد من الاستثمارات والشركات العابرة للحدود حتى يكون هناك انتعاش في المستوى الداخلي لأداء الاقتصاد المصري. اعتقد هناك شراكة استراتيجية وتكامل اقتصادي مهم خلال الفترة المقبلة بين الجانب الهندي والمصري، لان الهند تعلم مكانة مصر الاقتصادية والسياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط. يعني عذرا أطلت عليك يا دكتور، يعني دعوة مصر لحضور مؤتمر العشرين واللي بتترأسه الهند في الفترة القادمة، هل ترى أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة سانحة لمصر لجذب المزيد من الاستثمارات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة عن مدى القصير؟
بالتأكيد طبعا حضور مصر إلى اجتماع مجموعة العشرين هيكون فرصة مهمة جدا لترويج وتسويق الاقتصاد المصري وتسويق ما وصلت إليه الدولة المصرية من استثمار من تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة خلال الفترة الأخيرة، ومدى ما تقدمه من بيئة وإجراءات تشريعية مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة. أعتقد مصر الفترة القادمة ستكون رائدة في جذب الاستثمارات الأجنبية لما تتمتع به من موارد طبيعية وبيئة أساسية وتنفيذ العديد من المشروعات. ده هيضيف للدولة المصرية يعني قيمة مضافة جدا على المستوى الاستثمارات وعلى مستوى توسيع القاعدة الاستثمارية. الدولة المصرية حريصة بشكل كامل على التواصل المستمر بين العديد من دول العالم من أجل توطيد العلاقات الاقتصادية، من أجل فتح شراكة استراتيجية بين الدول الصناعية الكبرى. نعم دكتور، يعني هناك ملفات وتحديات عالمية، يعني على رأسها ربما هنلاقي أزمة الطاقة وتغير المناخ ونقص الغذاء. يعني وجهة نظرك ما الدور الذي يمكن تلعبه العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند تجاه هذه القضايا؟ أكيد طبعا العالم حاليا بيشهد العديد من الأزمات والصدمات، ودي بتأثر على كبرى الاقتصاديات. أعتقد فكرة الشراكة بين الهند، طبعا الهند من الدول الصناعية الكبرى ومن الدول ذات حجم اقتصادي كبير، مع توسيع الشراكة الهندية المصرية أعتقد أن دي هتساهم بشكل كبير. لو خدنا مجال الزراعة أعتقد مع الاستثمار في مجال الزراعة واستصلاح العديد من الأراضي الصحراوية خلال الفترة القادمة، أعتقد ده هيساهم بشكل كبير جدا في تحقيق الاكتفاء الذاتي وفي فكرة الخوف من زيادة أزمة الغذاء العالمية، لأن أزمة الغذاء تمثل أزمة يعني رعب للعالم. فأعتقد زيادة الاستثمار في قطاع مهم جدا زي قطاع الإنتاج الزراعي هيساهم طبعا في تحقيق التوازن في مستوى الأسعار على المستوى الداخلي والمستوى العالمي. أعتقد نريد مزيد من الاستثمارات في العديد، نريد الاستقرار السياسي لكل دول العالم حتى يعود الاقتصاد إلى التعافي مرة أخرى، وبالتالي انعكاسات على المواطن في تحسين مستوى المعيشة وفي توفير السلع الاستراتيجية والغذائية، لأن استمرار الصراعات والاختلالات ستؤدي إلى مزيد من الأعباء الإضافية على كاهن المواطن في العالم، فبالتالي سيحدث العديد من الأزمات والتوترات خلال الفترة القادمة. نعم دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة، كنت معنا على الهاتف. ومشاهدينا، اصطحب رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، وذلك في إطار زيارته التي يقوم بها إلى مصر بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحرص رئيس وزراء الهند على التقاط الصور التذكارية والاستماع إلى شرح حول أبرز معالم المنطقة للتعرف على القيمة التاريخية والحضارية لها. وفي ختام الجولة أهدى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار إلى الضيف الهندي الكبير مستنسخا لقناع توت عنخ آمون كتذكار يعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة. والمزيد من المتابعة والتحليل حول زيارة الضيف الهندي انضم إلينا الأستاذ محمد عز الدين، عفوا أستاذ محمد سيد أحمد، أستاذ الاجتماع السياسي. أستاذ محمد تحياتنا يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير، أهلا بيك وبكل السادة المشاهدين. يعني بداية أعرف من حضرتك كيف ترى العلاقات المصرية
الهندية وتطور هذه العلاقات في ظل زيارة رئيس الوزراء الهندي؟ طبعا يعني العلاقات المصرية الهندية علاقات متميزة للغاية، ونعلم جيدا انه مصر يعني حاولت كثيرا الاستفادة من تجربة الهند على عدة مستويات. نعلم جيدا انه الهند كانت دولة مستعمرة يعني مثل مصر، مستعمرة بريطانية، ويعني التطور الهندي الكبير اعتقد انه بالفعل يعني نموذج يحتذى، لانه يعني الهند استطاعت انها تنهض نهوضا حقيقيا على الرغم من كبر عدد سكانها الذي تجاوز حتى عدد سكان الصين الان، الا انها استفادت كثيرا من يعني سكانها ولم تركن الى هذه القضية، و تجاوزتها بصناعات ثقيلة ويعني تنمية حقيقية، وشفنا التطور الكبير الذي خلقته الهند من خلال يعني الصناعات الكبيرة والثقيلة، أيضا إلى جانب صناعة البرمجيات، أصبحت واحدة من أهم الدول في صناعة البرمجيات في العالم، تجربة ديمقراطية فريدة أيضا في العالم الثالث، استطاعت أيضا أن تكون دولة نووية ويعني واحدة من الدول التي استطاعت أن تقضي على الفقر بشكل كبير وتحقق يعني معدلات كبيرة في التنمية التي قضت بالفعل على الفقر حتى بعد أن تأزمت في ظل كورونا، استطاعت أيضا أن تعود مرة أخرى وتطور من قدرتها على مواجهة نسب الفقر العالية، وبتحقق معدلات كبيرة بتشيد بها كل المنظمات الدولية على رأس الأمم المتحدة. طبعا العلاقات المصرية الهندية علاقات متميزة تاريخيا، وشفنا مصر في الخمسينات والستينات كانت يعني العلاقات مع الهند علاقات يعني قوية وكبيرة، أيضا يعني خلال السنوات القليلة الماضية ومع انفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل التجارب التنموية في العالم، اعتقد انه الهند كانت من بين الدول التي تحاول مصر التعاون معها والاستفادة منها، واعتقد ان زيارة رئيس الوزراء الهندي يعني اليوم لمصر اعتقد انها هامة للغاية في اطار يعني مد يعني سبل التعاون ما بين البلدين على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على مستوى التنموي. اعتقد مصر يمكن بالفعل ان يعني تستفيد من الهند استفادة كبيرة، وتستفيد من تجربة الهند استفادة أيضا كبيرة. أعتقد أيضا أنه على المستوى السياسي في ملفات مهمة جدا على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، أعتقد أن مهم جدا التشاور مع الهند بشأنها، يعني الحرب الروسية الأوكرانية، يعني هذا دكتور يعني عذرا على المقاطعة، يعني من وجهة نظرك يعني الاقتصاديات العالمية أعتقد مهم جدا في هذا الإطار، وأيضا التي تلقي بظلالها على كثير من ملفات المنطقة خاصة الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط. تأثير هذه العلاقة الثنائية بين مصر والهند على الملفات الساخنة على حد وصف حضرتك يعني، وأيضا إمكانية تحريك يعني المياه الراكدة في بعض القضايا، كيف ترى؟ طبعا اعتقد انه يعني هناك يعني رؤية واضحة من قبل مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الملفات. الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يقول ان كل المشكلات العالقة سواء في المنطقة او العالم لابد من الحوار حولها، ولابد من حل هذه القضايا والمشكلات على طاولة المفاوضات بعيدا عن يعني اي مواجهات يعني عسكرية أو أي مواجهات مسلحة. هذا هو منطق مصر وهذه هي رؤية مصر، وأنا أعتقد أن الهند واحدة من هذه الدول الهامة على المستوى الدولي التي يعني كانت دائما في محور الهدوء مع محور يعني الحوار مع محور عدم الانحياز. أعتقد أنه
الهند بالفعل يعني يمكن أن تضيف لمصر كثيرا، ويعني تعضد الموقف المصري في هذا الإطار، لأنه بالفعل مصر بتلعب دور مهم جدا في يعني إطفاء النيران المشتعلة حول العالم. مصر حاولت أن تكون يعني طرف أصيل في يعني نزع فتيل الأزمات حتى في منطقتنا وعلى المستوى العربي. شفنا مصر تدخلت في الأزمة السورية، تدخلت في الأزمة الليبية، تتدخل الآن في الأزمة السودانية. مصر تحاول إطفاء يعني النيران وتهدئة الأوضاع وحل كل هذه المشكلات على المستوى السياسي وعبر طاولة المفاوضات، بعيدا عن المواجهات العسكرية التي يعني تدمر الشعوب وتدمر اقتصادياتها وتدمر كل مشروعات التنمية التي يعني ترغب في النهوض بسكان هذه الأوطان. يعني دكتور، ما الذي تعنيه دعوة مصر لحضور قمة العشرين واللي بتترأسه الهند؟ طبعا يعني مهم جدا انه يبقى اهم 20 اقتصاد في العالم، ويعني مصر تكون موجودة. اعتقد ده تقدير كبير للدور المصري، ونعلم جيدا انه الهند يعني تاريخيا تقدر مصر وتعلم ان مصر هي بوابة الشرق، ويعني واحدة من اهم دول يعني منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي مصر لها وزن كبير ولها دور كبير. وأعتقد أنه يعني التعاون مع الهند في هذا الشأن يؤدي إلى نجاحات كبرى. أعتقد أنه ستوقع عدة بروتوكولات اقتصادية، وده برضك مهم جدا للنهوض. وانا زي ما قلت لك انه الهند لها تجربة رائدة في التنمية المستقلة والتنمية الحقيقية التي اعتمدت على الذات، على الرغم من يعني سنوات طويلة من الاستعمار، سنوات طويلة من الاستنزاف، سنوات طويلة تم افقار شعبها بشكل حقيقي، لكن استطاعت الهند ان تقدم تجربة تنموية حقيقية تصعد من خلالها وتنهي يعني هذا البؤس الذي عاشته لسنوات طويلة. دكتور محمد سيد أحمد، أستاذ الاجتماع السياسي، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة، كنت معنا على الهاتف. ومشاهدينا، كما زار رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة التاريخية، واصطحب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري رئيس الوزراء الهندي والوفد المرافق له في جولة داخل المسجد قام خلالها باستعراض تاريخ المسجد وقيمته التاريخية والأثرية ومشروع الترميم الذي قامت به وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف وطائفة البهرة التي تم الانتهاء منه وافتتاحه في فبراير الماضي. وأعرب رئيس الوزراء الهندي عن إعجابه الشديد بالمسجد ونقوشه المنحوتة على جدرانه ومداخله وسعادته بزيارة هذا المسجد الأثري الهام. وينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ محمد، تحياتنا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني بحسب أستاذ محمد، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تاريخ السبت الموافق 24/6/2023، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند وصل إلى 6 مليارات، هو كان يزيد عن 5 بقليل في 2021. يعني من وجهة نظر حضرتك، إلى أي مدى يمكن زيادة حجم التبادل التجاري بعد توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية؟ بكل تأكيد متوقع أن يتم تضاعف هذا المستوى، الذي بالمناسبة هو ليس مستوى ضئيل ولكنه من المستويات الجيدة بالنسبة لعلاقات الدولتين. أما بالتوقيع على مستوى الشراكة الاستراتيجية اليوم، فأعتقد أنه قد يتضاعف في فترة تتراوح بين 3 أو 5 سنوات على الأكثر، ما لم تكن هناك استثمارات مباشرة كبيرة، وأتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا، خاصة
بعد الاهتمام من الهيئات والشركات الهندية الكبرى بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية والعديد من المشروعات التي تم الإعلان لها والترويج لها في الفترة الأخيرة. هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس وزراء هندي لمصر منذ أكثر من 26 عاما، وهي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الحالي مودي. أعتقد أن التصريحات الإيجابية التي أدلى بها والأهمية الكبرى التي يوليها وموقع الهند الاستراتيجي بالإضافة إلى التأثير الكبير لمصر في السياسة الدولية والإقليمية، أعتقد أن التقارب والتعاون الاقتصادي والتجاري مرشح للازدياد بالطراز في السنوات المقبلة. يعني أي المجالات يا أستاذ محمد ممكن مضاعفة فيها حجم التبادل التجاري؟ يعني وما الذي ستستفيده الهند من مصر يعني ينعكس على حجم ومعدل الصادرات المصرية للهند؟ هناك أولا الاستثمار التقليدي أو الهام بالنسبة لمصر والهند، وهو الاستثمار في التكنولوجيا وتقنية المعلومات بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة الصناعية. وهذه الاستثمارات تخضع لعوامل عديدة، منها توفر قوانين الاستثمار المريحة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. أعتقد أن الخطوات الأخيرة والقرارات التي تم اتخاذها في مجلس الوزراء والتوصيات الرئيسية الخاصة بتسهيل الاستثمار، أعتقد أنها ستلعب دورا كبيرا في حسم قرارات المستثمرين الهنود الكبار والشركات الكبرى، خاصة أن هناك مجال لإنتاج الطاقة النظيفة والطاقات الغير مولدة للكربون وأيضا الصناعات الغير مولدة للكربون، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات عديدة أخرى مثل التعليم والعديد من الاستثمارات والتبادل التجاري. لا ننسى أن مصر أحد الأسواق الرئيسية الإقليمية الكبرى، ودخول الهند كلاعب رئيسي في هذا السوق يعني أن هناك سوق كبيرة مفتوحة للمنتجات الهندية، بالإضافة إلى أن الهند لا ننسى أنها من المؤسسين لمجموعة البريكس، ومصر مهتمة اهتمام خاص بهذا الأمر، بالإضافة إلى أن اختلال سلاسل التوريد العالمية في العديد من السلع يفتح المجال واسعا للتبادل الثنائي سواء بالعملات المحلية أو بعملات أخرى بخلاف الدولار الأمريكي. هذا يعني أن هناك سيكون تقدم في مستوى العلاقات التجارية والاستراتيجية على مستوى آخر، بالإضافة إلى فتح مجالات كبيرة للتبادل والاستثمار التجاري المشترك فيما بين الدولتين. نعم أستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة وكنت معنا على الهاتف. مشاهدينا كانت هذه تغطيتنا على مدار ساعة تقريبا حول زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر، وهي الزيارة الأولى له إلى دولة. تغطيتنا متواصلة مع حضراتكم على شاشة نيل الأخبار، تابعونا.